بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلائق أجمعين، أبي الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي، نحن نقف اليوم على بركة السباع. هذه البركة الموجودة كما تشاهدون في مدينة سامراء قرب قصر البركة، هذا الموجود بالخلف. أيها الأحبة، لهذه البركة عدة قصص. هذه من أشهر القصص الموجودة في هذه البركة، كانت بركة للسباع. كان هنالك 6 أسود موجودين في هذه البركة، كانت الدولة العباسية تلقي بها أعداءهم، يعني كل المخالفين لدولة بني العباس، الموالين لدولة آل البيت سلام الله عليهم أجمعين، يلقون في هذه البركة. وكانت الأسود تجوع لمدة 3 أيام ثم تلقى إليها الفريسة. لكن من أشهر القصص في هذا المكان هي قصة زينب الكذابة. امرأة تدعى زينب ظهرت في زمن المتوكل العباسي لعنة الله عليه. هذه المرأة ادعت انها زينب ابنة علي بن ابي طالب سلام الله عليه. تعرف انت الفرق الزمني كبير، لكن هذه المرأة ادعت انها زينب. عندما اعرضوها على المتوكل سألها جملة من الاسئلة، من ضمن هذه الاسئلة قالها ان زينب ذهبت الى الشام. قالت لا، انا لم اقتل في الشام ولم امت في الشام، انما عد، انا كنت متخفية كل هذه الفترة الزمنية. قال ان زينب كانت كبيرة وانت الان شابة. قالت هذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله لي، انه في كل 50 عام اعود الى شبابي. قالت فكرة وسيناريو مهيئته هذه الكاذبة زينب. فعندها طلب المتوكل ان يأتوا بمن العباس، العفو، بالعلويين الموجودين انذاك، وكان اشهرهم الامام الهادي سلام الله عليه. اعرضوا المسألة على العباسي، على العلويين وعلى الإمام سلام الله عليه عفوا. فالإمام كان يحتاج إلى حل صارم باعتبار أن المتوكل هددهم، إن لم يلقي الحجة على هذه المرأة سوف يعلن أمام الناس أنها ابنة علي بن أبي طالب وأنها ابنة الزهراء سلام الله عليهما. فقال الإمام سلام الله عليه: نحن آل البيت حرمت لحومنا على الأسود، على السباع، فلقوها إلى السباع، إن امتنعت من أكلها فهي زينب. تحتاج إلى حد وتحتاج إلى حل صارم. فعندها في رواية أنها رفضت وقالت أنا زينب الكذابة، وفي رواية لا، ألقيت إلى السباع فأكلتها. فعندها هنا ابن العباس كان عندهم فرد أمور، يضربون عصفورين بحجر مثل ما نسميها. فقال لي ابن رسول الله: إذا كان هكذا فلتنظر الناس إلى مكانكم من الله، انزل إلى السباع. أراد أن يحرج الإمام سلام الله عليه، فنزل الإمام وجلس بين السباع، فجاءت السباع تتمسح بقدم الإمام سلام الله عليه وتتبرك بالإمام سلام الله عليه، وحتى صرفها الإمام سلام الله عليه. هنا يسأل سائل يقول إنه هذا الحيوان غير عاقل، حيوان مفترس لا يميز بين العدو والصديق، خاصة إذا كان جائعا، فكيف جاء إلى الإمام سلام الله عليه؟ يعني يقولون إنه غير مدرك. فنحن نقول إن القرآن هو الحكم والقرآن هو الفيصل. عندما نقرأ سورة النمل ماذا نرى في قصة سليمان سلام الله عليه؟ قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم منه سليمان. يعني تعرف حجة الله؟ لا، ما تعرفه، هي نملة. فكيف بالأسد لا يعرف حجة الله؟ هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.